الصورة دي فيها كمية رومانسية وحنية، هسيبكوا تتفرجوا عليها وتسرحوا مع الأغنية دي. والشعر عامل منحنى على الخصر نازل متنا، انا شفت كده ومتنا، انا كده بوصف مانيكا. دي الشنطة المتعلقة على كتفك تنزل بقى، نتكلم ليه مقلقة وعديني في اي مكان. الفكرة مش فكرة جواز وخلاص، الفكرة هي احساس. الحب واضح من نظرات عيونهم، المعلم عينيه حساسة جدا ومبينة قد ايه كمية الحب اللي موجودة جواه للشخصية اللي واقفة جنبه، وهي حاليا خطيبته او زوجته غيسة العلاكي. عينيه فيها كمية مشاعر بحر حنية. كمان لو ركزت في عيون خطيبته او زوجته غيثة، هتلاقي قد ايه كمية الحب الفياض وكمية الحنان. تحس ان هي واقفة جنب ابنها، جنب الطفل بتاعها، مش جنب صديقها او جنب حبيبها، لا دي اكتر من كده، حاجة اكبر من كده. نظرات طفولية فيها حنية، فعلا عينيهم بحر حنية. الحب حلو والعيش احلى، ولما تلاقي اتنين بيحبوا بعض فعلا تلاقي عيونهم شبه بعض. بص كده على رسمة العيون، تلاقي فعلا ان في تشابه كبير جدا ما بين عيون سعد المجرد وعيون غيثة. الاتفاق في المشاعر بيولد طاقة الإيجابية وطاقة الحب دي، وبتخليك انت كمان عايز تشتغل وعايز تنجح وعايز تثبت ذاتك وعايز تظهر قدام اللي انت بتحبه ان انت احسن واحد في الدنيا دي كلها. ربنا يحميهم من شر عيون الحاقدين والحاسدين ويكمل لهم على خير. خمسة في عين الحسود، ربنا يكمل لهم الزواج على خير ويوفقهم في حياتهم ويرزقهم المال والبنون ويكرمهم في حياتهم اللي جاية. ويا رب بقى الزواج ده ما ياخدش المعلم مننا، عشان احنا طبعا مستنيين اعمال فنية كتير ومستنيين نجاحات كتير، ولازم نسمع صوت المعلم في اغاني كتير واعمال فنية كتير. ما تنساش بقى يا معلم تمتعنا وتفرحنا زي ما فرحتنا بالزواج، فرحنا كمان بأعمالك الفنية وكليباتك الغنائية. صوتك حلو، صوتك بيمتعنا وبيبسطنا وبيفرحنا. ما تنساش تعزمنا على الفرح بقى، وان شاء الله هنعرف ميعاد الفرح امتى وهقول لكم، عشان كل اخواتنا واشقائنا في المغرب يحضروا الفرح ده ويصوروا ويبعتوا لنا، لان انا فعلا نفسي اجي بس مش هعرف. والله نفسي اجي الفرح ده، يا ريت اتشرف بالزياره دي واحضر فرح المعلم سعد المجرد واتشرف بمقابلته. مش هطول عليكم الفيديو ده، ده كان فيديو صغير كده وبسيط عن حاله الحب اللي ما بين سعد المجرد وغيثة، وانتهت بالخطوبة والزواج قريبا ان شاء الله. الحب حلو، الحب حالة مش شعر وقوالة. اشوفكم على خير في حلقات تانية كتير، ما تنسوش اللايك والشير، ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات على الكل، عشان يوصلك مني كل جديد وعشان استمر في تقديم المزيد. بالتوفيق لسعد المجرد وبالتوفيق للجميع. الحياة حلوة، حبوا بعض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.